طبعا انه يعني اكدتي انه يعني هي مندي صعب لانه انا يعني بلحظه غذاء يعني لين و لانه يعني مصورت انه يعني بلحظه خلال لحظه غذاء براتي من مقامي. يوم 6/8 إلها أول مرة إلها بشق قصفي بهاونات وصواريخ. بعدين ورا ما سيطروا على قرقوش قام يصيحون الله أكبر، طلعوا يا مسيحيين قبل ما أن نقتلكم. وبعد ما طلعوا يعني الناس كلها، وطلع ابني ويا اخوان الثلاثه، ظليت اني ورجلي وكريستينا كان عمرها 3 سنوات. احنا ما ردنا نطلع، ظلينا حوالي 20 يوم ويا داعش. من خلال الايام اللي عشنا وياهم كانوا دائما يتهجمون علينا على البيت، يهددونا يا اما نصير اسلام يا اما نطلع. احنا ما كنا نطلع، كنا نخاف من عندهم، سادين الباب علينا، نخاف من عندهم لان هم مسلحين ورشاشات ومسدسات ولابسين اسود. كانت كريستينا قاعدة بحضني، صعد واحد من عندهم اللي هو سايق المنشأة اسمه فاضر، رأسا كفشها من حضني ونزلها دخلها على المستوصف. 3 مرات نزلت على سايق المنشأة اللي اسمه فاضل، قلت له روح جيب لي اياها، هي طفلة صغيرة تترضع من عندي. يروح 3 مرات ويرجع يقول الأمير مالتنا ما يقبل. وراها طلع الامير مالتهم، كان شايلها على كتفه، كان تبكي. قمت اتوسل والح عليه اني ينطيني اياها راسا، هو ما حكى وياي بس اشر لي بعيونه قال لي اصعدي على المنشاه قبل ما اخليهم يقتلوك. فاضطريت بعد ما هددوني بالقتل انه اترك كريستينا واصعد على المنشاه. اكدتي انه يعني هي مندي صعب لانه انا يعني بلحظه غذاء يعني لانه يعني مصورت انه يعني بلحظه خلال لحظه غذاء براتي من مقامي. طبعا يعني هم معني لنا حيلة، يعني يجوز هذه اني معاناه اخك معانا اخ، يجوز تجربه نضغدالا بانه اخني يعني كيخو خاطئين ودارخي دارخ الالهم وتغافر خطياتهم ومسامح لنا على كل من يجيكم موضة اخوالي. اي صلاة الربانية، ويعني انه اهو مرات يعني قرية نكساوة وهذا اخ ترانيم يعني اله تغافر خطياثا ومطاهرا من خطيئة هذا، يعني خصوصا يعني صوتي انه هاي عن دكريستينا يعني حتى الضهر بخير وسلامه. طبعا من الها هذا صبر وقوه، من الها او كيول يعني كيول صبر وقوه محمله هذا مني، بس على يعني متفائلين يا اخو اتلن ايمان ولك يعني لقطق ايمانا ابد وامل ديدا انه ضهر كريستينا وضهر الدكواثا يعني لقطق امودا الها ابد. كيف عيش على هذا أمل وإن شاء الله نحقق.